من أقدم أحياء بغداد الشعبية، حي التكارتة، أو كما يعرف عند سكانه القدامى بعقد التكارتة. بني هذا الحي قبل 200 عام، وشيدت على ضفافه العديد من المساجد والقصور، حيث تمت إعادة بناء هذا الحي من جديد في تسعينيات القرن الماضي بشكل حداثي يرسم صورة الماضي بتفصيلاته الدقيقة. انتهت من 1992، كانت 365 إلى 360 دار، قلصوها سووا 99 دار ورجعوا سكنتها القدامى الأصليين بها، رجعوا قعدوا بها. يعني من المجموع 1000+ عائلة رجعوا 99 عائلة رجعوا قعدوا بالمنطقة هنا. أبرز المعالم اللي بيها هنا 3 جوامع، جامع تكارتة وجامع خضري طه وجامع الثريا. ومن الأماكن التراثية التي بقيت متجذرة في هذا الحي هو سوق حمادة، الذي يعد أقدم الأسواق أيضاً، وتم إعادة إعماره ليبقى مع مرور الزمن على حاله، ولم يطر عليه سوى ثوب الحداثة. لا أقول لك عمرها 200 سنة قليلة، بالـ500 سنة عمرها، كانت يسموها خضريات السكة، كان بيها القاري يفوت منها يروح الكاظمية يوصل للعطافية الشالشية، هسه يسموها براثة. هذا المكان يرمز له كأحد شخوص بغداد وهويتها، فرغم التبديل الذي حصل في فترة من الفترات عليه، إلا أنه بقى محافظا على سكانه الأصليين منذ النشأة الأولى. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.